بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. سبق لي انا شخصيا شرحت لكم طريقه لاظهار شاشه هاتفكم على الحائط ومشاهده الافلام بشاشه كبيره وكانك يعني في سينما. كنا قد شرحنا هذا الجهاز صراحه الذي هو عباره عن بروجيكتور، لكن ثمنه كبير وكبير جدا، 170 دولار. الحين يعني توصلت بجهاز رخيص يعني 66 فقط يعني اورو يمكن لك شراءه، ويقوم بنفس الوظيفة، يقوم بإظهار شاشة هاتفك يعني في الحائط ومشاهدة الأفلام وكأنك يعني في سينما بجودة جيدة جدا. يعني جربت التطبيق او عفوا يعني التطبيق يعني الذي يتم ربطه بتوع حال مع هذا الجهاز البروجيكتور، و بعد ذلك يمكن لك بتوع حال يعني المشاهدة يعني الفيديوهات والأفلام على هاتفك على شاشة او شاشة كبيرة يعني على الحائط. هذا الجهاز اخواني الكرام توصلت به يعني من موقع جير بيست، ثمنه 66 اورو به مجموعة من الاعدادات. يعني فكما سوف تشاهدون لدي مثلا للرجوع للوراء زر للرجوع الى الوراء، زر لعمل بوز وايضا عمل يعني تشغيل، هذا الزر الخاص بالقائمة التي سوف نشرحها في الاخير، زر تشغيل البروجيكتور، هذا الزر خاص بتغيير بعض الاعدادات الصوت الى غير ذلك، الالوان الى غير ذلك، هذا الزر المهم الذي يمكن لك من خلاله ربط يعني مجموعه من الاجهزه عبر الطرق التي تريدها، مثلا كيبل عادي، كيبل اتش دي ام اي، مثلا عبر الواي فاي، يعني من خلال الهاتف يتم الربط عبر الواي فاي. فهنا يعني في هذه القائمه مجموعه من المنفذ للصوت، يعني منفذ لاف يعني اف في كما سوف تشاهدون، منفذ اتش دي ام اي يعني منفذ يعني الكارت يعني الخارجيه، منفذ يعني لربطه مثلا بالهاتف او جهاز اخر لاستخراج جميع مثلا الفيديوهات الى غير ذلك وتشغيلها مباشره على الحائط، منفذ يعني اذا كنت تريد شحن الهاتف او جهاز اخر من خلال يعني هذا البروجيكتور، ثم المنفذ الاخر الموجود هنا يعني خاص بربط الهاتف او ربط يعني الجهاز بالكهرباء. طيب يعني سوف نشرح اولا نشاهد كيف يقوم بإظهار الاشياء، وفي الاخير سوف اشرح لك كيف تقوم باعداده. لدي ايضا يعني الريموت كنترول التي يمكن لك التحكم بها احباب في الله بالاشياء التي تشاهدها. بالتالي نشرح طريقة يعني تشغيل يعني هذا الجهاز، اولا مشاهدة يعني ما يقوم بعرضه، ثم في الاخير اشرح لكم طريقة يعني ربطه بالهاتف اخواني الكرام. طيب اخواني الكرام الحين انا شغلت يعني احدى الفيديوهات الموجوده في قناتي يعني على او يعني الموجوده يعني في هاتفي عفوا، فعندما سوف تذهب الى ميديا هنا يعني فيديوز اول فيديوز مثلا، سوف اختار اي فيديو اخر واقوم بتشغيله وسوف يتم اظهاره، مثلا هذا الفيديو كما سوف تشاهدون، فسوف يتم اظهاره كما سوف نشاهد اظهار يعني شاشة الهاتف، سوف نشرح ذلك ايضا يعني بسرعة. مثلا فيديو اخر سوف اقوم بتشغيله، هذا الفيديو. فتصور معي لو كانت لديك اعيد يعني عادته مثلا اخرى كما سوف تشاهدون، فتصور معي لو كان لديك مثلا افلام يعني في هاتفك، فيمكن لك مشاهدة شاشة كبيرة. كلما أبعدت يعني البروجيكتور الذي وضعته أنا شخصيا الحين بالقرب من الحائط، كلما كانت يعني الشاشة كبيرة يعني بهذا المفهوم. فيعني يظهر صراحة يعني الفيديوهات يعني الحائط بجودة جيدة. بالتالي فشرح يعني إعداد التطبيق أو إعداد يعني البروجيكتور لربطه مع الهاتف فسوف نشرحه بالتفصيل شوي بشوي. طيب اخواني الكرام سوف نشرح طريقة اعداد يعني وربط الهاتف بهذا الجهاز. كما شاهدتم يعني انا شخصيا كنت اشاهد اي شيء موجود في هاتفي على الحائط، فسوف تضغط فقط على هذا الخيار الموجود في البروجيكتور كما سوف تشاهدون، سوف تظهر لك شاشة على هاتفك تختار الواي فاي كما تشاهدون في الصورة. طيب بعد اختيار الواي فاي والضغط عليه على اوكي سوف يظهر لك شبكة جديدة اسمها علين، سوف تكون مختلف اسمها على حسب يعني يعني الشبكة التي انت شخصيا متوفر تتوفر لديك يعني في المنزل. طيب بعد ان تظهر لك اسم هذه الشبكة ومعلومات كلمة السر الخاص بها الى غير ذلك للاتصال بها، فسوف تذهب في هاتفك الى قسم الواي فاي،
ثم سوف تظهر لك اسم هذه الشبكة كما سوف تشاهد، تعمل كونكتد لها يعني الاتصال بها. بعد العمل كونكتد سوف تقوم بإدخال يعني كلمة السر التي حصلت عليها في الحائط بعد أن ظهرت لك هذه المعلومات من خلال البروجيكتور. طيب بعد الاتصال بها فهناك يعني الحين خطوة مهمة جدا، وهي فتح المتصفح الخاص بك وتدخل إلى الـ IP أيضا الذي حصلت عليه في الشاشة يعني في الحائط. سوف يظهر لك يعني السيرفر سوف تدخل إليه، ثم بعد الدخول إليه فسوف تعمل سوف تظهر لك صراحة يعني واجهة بالشك، تضغط على الوايف يعني هنا هذا الخيار، ثم تضغط على سكان كما سوف تشاهدون للبحث عن الشبكات. تقوم باختيار شبكتك شبكة المنزل الخاص بك، ثم سوف يطلب منك وضع كلمة السر الخاص بها وعمل كونكتد بها وخلاص. بعد عمل كونكتد بالشبكة الخاصة بمنزلك سوف تذهب إلى عدة يعني طرق لإظهار يعني شاشة الهاتف الخاص بك مباشرة على الحاسوب أو الحائط عفوا. فهناك عدة طرق، يعني هناك هذا الخيار الموجود في الهواتف، وإذا كان غير متوفر لديك يمكن لك استعمال ميراكاس يعني هذا التطبيق فقط بالضغط على كاست سكرين ناو، وسوف يظهر لك اسم الشبكة الجديدة وبالضغط عليه سوف تستطيع إظهارها مباشرة، إظهار شاشة هاتفك على الهاتف أو على الشاشة الخاص عفوا يعني على الحائط. إخواني الكرام هناك خيار آخر من خلال هذا التطبيق أنا شخصيا أستعمله، بعد فتحه مباشرة سوف تظهر على هذه القائمة ثم تضغط هنا وسوف يظهر لك أيضا كما سوف تشاهدون اسم الشبكة الجديدة، وبالضغط عليه سوف تظهر لك يعني جميع المحتويات الخاصة بهاتفك، الضغط على ميديا مثلا فيديوز أو الأفلام التي هي لديك في الهاتف بتشغيلها مثلا فيديوز كما سوف تشاهدون all فيديوز، فبتشغيلها يعني بتشغيل أي هاتف سوف يظهر مباشرة في الشاشة الخاصة يعني كما سوف تسمعون يعني في الحين. فكانت هذه الطرق أحبابي في الله، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. الدافع الذي وضعناه أشرح هذا البروجيكتور أنه رخيص وسوف يساعدكم في هذا الأمر، والرابط سوف تجدون أسفل الفيديو إذا كنت مهتم بشرائه أيضا رابط التطبيق. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.kl5.com والذي يصبحنا على فيسبوك facebook.com/شعار في السامي 1.4. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.